هو في ايه؟ هو حد فيكم عمل حاجة؟ تقريبا كده فعلا حد عمل حاجة، أنا شاممها من ساعتها. أنت؟ لا والله ما انا، هو ايه؟ انا مش قصدي على دي يا غبي، قصدي حد عمل حاجة تضايق ابوك. ايه يا حاج في ايه؟ انت في كلية ايه يالا؟ نظم ومعلومات يا حاج. تمام، تتخرج وتبقى دكتور. ودي عاملها ازاي بس دي؟ مش بتاعتي، ولو ما بقتش دكتور هنفخك. حاضر يا بابا هبقى دكتور، ده انت تؤمر. خلاص يا بنتي الغي الميعاد. ميعاد ايه اللي انت لغيته ده يا بابا؟ ده دكتور الاسنان كنت واخد عنده ميعاد، بس خلاص بقى ملوش لزوم، استناك اما تتخرج. كمان طب بقى استنى. انت بقى مين؟ انا؟ يا هندسه. هندسه؟ ربنا يستر. نعم يا بابا. اخوك محمد قال لي انك بتعرف تعمل نسخة ويندوز. دي اقل حاجة عندي. عشان كده هتدخل هندسة تكنولوجيا. كان لازم يعني تقول له هخشها ازاي انا هندسة التكنولوجيا دي دلوقتي؟ ده انا مجموعة ما يدخلنيش حتى الحمام. يعني هو انا اللي عارف هدخل طب اسنان ازاي؟ وانا اصلا في نظم ومعلومات. وانت بقى يا مروان. ايه يا بابا؟ هدخل ايه؟ هتدخل المطبخ تعمل لي كوباية شاي. يلا بسرعة عشان محضر لك مفاجأة. بجد يا بابا؟ ايه هي؟ هنزل اشتري لك الشنطة اللي كانت عاجباك. انا بحبك قوي يا بابا، هقوم اعمل لك الشاي. ماشي يا حبيبي، ما تنساش بقى النعناع. مروان مروان. نعم يا بابا. انا جبت لك الشنطة. بجد؟ طبعا، هو انا اقدر اخلي نفسك في حاجة؟ انا بحبك قوي يا بابا. هي فين بقى الشنطة؟ بره اهي، ثواني وهجيبها لك. قول لي بقى ايه رايك؟ ايه ده يا بابا؟ هو انت جايب لي الشنطه وحاططها جوه الشنطه كمان عشان ما تتوسخش؟ طب يلا بقى يا بابا طلعها عشان عايز اشوفها. ما هي قدامك اهي يا مروان، دي شنطتك الجديده. جديدتي يا بابا؟ هي مش دي الشنطه بتاعتك؟ ما عندي من 15 سنه بس، يعني لسه جديده. 15 سنه بس؟ لا يا بابا انا مش هينفع اروح بالشنطه دي المدرسه. ليه بس يا ابني؟ عشان دي شنطة سفر مش شنطة مدرسة. هو انت بتعرفش دي شنطة السفر طالعة موضة، حتى تروح المدرسة هتلاقي كل زمايلك جايبين زيها. بجد؟ طبعا. انا بحبك قوي يا بابا. الحمد لله كده وفرت فلوس شنطة مروان لعشر سنين قدام. بما انك داخل اولى كلية وانا في تانية ليفل اعلى منك، يبقى ركز معايا في شوية قواعد وقوانين لازم تعرفها. مركز اهو. ايه هي القواعد والقوانين بقى؟ اول حاجه، لما تيجي تنده للدكتور اوعى تقول له يا مستر او يا استاذ، فجاه هتلاقي الكل بيضحك عليك وهتبقى مسخره المكان. اسمه دكتور. تمام. ثانيا، ما اسمهوش ديسك ولا دخته، اسمه بنش. بنش؟ ايوه ايوه، انا كنت مستغرب زيك كده في البدايه، بس دلوقتي بعد ما اتعودت الموضوع بقى عادي يعني. تمام، بنش بنش. شكلك شاطر وهتتعلم بسرعه. ربنا يخليك. في الحقيقه انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. خلاص ما تتكلمش وركز معايا. بص يا سيدي، انت موطي صوتك ليه؟ عشان النقطه دي ما ينفعش ابوك يسمعها. تمام، قول. لو لقيت نفسك زهقان وحبيت تكت اكت. هو انت جاي النهارده تستغرب بس؟ تكت يعني تهرب. تمام، اعمل ايه بقى؟ اوعى تنط من على السور زي ايام الابتدائي والثانوي والاعدادي. امال يا ابني هعمل ايه؟ هو في مكان تاني بتكتوا منه غير السور؟ يا ابني انت في كليه يعني مش هتكت اصلا. لو حبيت تمشي امشي عادي، ما كده كده البوابه بتبقى مفتوحه. احلف والله ده ما فيش حد هيقول لك انت رايح فين حتى. حلو قوي ده، يعني انا دلوقتي لو مشيت مثلا في نص اليوم اسمي مش هيتكتب في الغياب؟ غياب؟ وانا اللي كنت بقول عليك شاطر وهتتعلم بسرعه. انا قلت ايه غلط؟ طيب قلت ايه غلط؟ قصدك ما قلتش ايه غلط؟ مبدئيا كده مفيش غياب. ما احنا بقينا ناس كبيره وفي كليه بقى. طبعا. ايه رايك بقى تراجع اللي قلته لك؟ تمام، تعال نراجع مراجعه سريعه كده. وماله؟ اشجيني يلا. ما اسموش مدرس، اسمه دكتور. تمام. ما اسمهاش دخته، اسمه بنش، ومش هناخد في الفصل حصص، هناخد محاضرات. حال ايه؟ انت قلت ايه؟ محاضرات؟ لا لا، اللي قبلها.
فصل؟ قلنا ما اسموش فصل، اسمه مدرج. تمام تمام. طب يلا بينا بقى نقوم ننام علشان نصحى بدري ونلحق مكان في الديسك الاول. ايه؟ انا اسف، نلحق مكان في البنش الاول. انت مفيش منك امل، هيتصف عليك كده كده. بلال بلال بلال، عايز اظبط المنبه على ميعاد الحصه الاولى، هي بتبدا الساعه كام يا ابني؟ انت مش معبرني ولا نمت؟ نمت. انا قلت كده برضو. صح، انا نسيت اشتري الكراريس. نام يلا. ماشي، بس كده هكتب الواجب في ايه؟ بابا يا بلال انت نايم؟ لا. طب ظابط المرور قال لي ابوك وحشني ونفسي يجي عندنا المرور يدفع 550 جنيه واخد الرخصه. والله والله العظيم في كفر الشيخ اهو، انا بصور ماشي عشان ما تشتري. انا في بص، هو والله وقفنا وخد الرخصه، قلت له اعتبرني زي والدك ما رضاش والله، وخد الرخصه وادانا وصله ب 550 جنيه. بروح حدا بقى. انت فين دلوقتي يا بلال؟ انا عند الساحه اهو، بنجيب سندوتشات وطالعين رايحين البلد. بجد والله خد منك رخصه؟ والله، بس امشي بالوصل بقى يعني، فاهم؟ اللي هو كل ما حد يوقفني اقول له الوصل اهو. طب ليه يا بلال؟ انتوا وقفكوا فين؟ وقفنا بص في مكان ما بيقفوش فيه اصلا. قال لنا انا عايز اسلم على بابا عند شيخ البلد كده. قال لنا انا عايز اسلم على بابا، قلنا له هنسلم لك عليه. قال لنا والله مش مصدقكم، هاتوا الرخصه. هاتوا الرخصه عشان يجي يسلم على بنفسه. عشان اتاكد انه يجي يسلم عليا. عشان اتاكد بنفسه. عشان ما يقول لي من غير غرامه انا اروح اسلم عليه. والله بقول له يعني رايح جاي الكلام، فبقول له اعتبرني زي والدك ما رضاش برضه. والدك؟ بجد اقول له اعتبرني زي ابنك. بجد اقول له اعتبرني زي ابنك، قلت له اعتبرني زي والدك. بس ظابط رخم قوي. بابا هتعمل ايه في بلال لما نروح؟ هنفوخه طبعا. مين هدي بعدك سؤال؟ روح عند السندوتشات اتكلم. بس كده خدت فرصتي بقى، هتجول في كفر الشيخ بالوصل براحتي. لو خد منا، لو انت معاك وصل وحد برضه مسكك تاني يا بلال، هتبقى غرامه تانيه بوصل تاني. ما احنا مستخبيين في جنب. الضابط حسن قال لي المعلومه دي، قال لي ان بتمشي بالوصل عادي خالص بقى، انت اللي هو انا رخصتي مسحوبه. الضابط حسن. لمده يوم يا بابا. لمده لا، 7 ايام مكتوب في الوصل. سبعة ايام. لمده 7 ايام عادي. المهم يعني بروح زور الضباط بقى وسلم عليهم.